بصراحة ده شرف ليا ان انا اكون مدعوة للمرة الثالثة في بلد الشقيق المغرب، واحب يعني اشكر الجمهور العام حتى على حسن الاستقبال دايما. يعني من 14 سنة اول مرة جيت، للمرة دي بحس انه الشعب المغربي محب للسينما ومحب للفن، والناس عندها فضول تتفرج على افلام سواء قصيرة او وثائقية. يعني يمكن في بعض الدول، او يعني يمكن عندنا في مصر مش طبيعي انه الجمهور العام يبقى يجي يتفرج على فيلم وثائقي، فاتمنى انه ده يعني يتغير عندنا. وطبعا عندنا مهرجانات كتير بتحاول تشجع ده، فانا سعيده بالاقبال على الورش كمان. انا برضو كنت مدعوه، اتكلمت في الورشه بتاعت السيناريو عن تجربتي مع السيناريوهات كممثله، فيعني مبسوطه اني شاركت في ورشه وشاركت في حضرت ماستر كلاس. يعني حاولت برضو اشوف افلام قصيره وطويله قد ما اقدر. ما اقدرش اقول تقييم للافلام بشكل يعني صريح لانه لسه الجوائز لم تعلن، بس بالتاكيد كان في افلام كان ما فيهاش نقاش، يعني افلام رائعه ما فيهاش مجال للنقاش، وفي افلام بتكون كلنا متفقين ان هي ممكن ما تكونش قد المستوى ان هي تاخد جايزه، ولكن قد المستوى ان هي تتعرض في مهرجان، وكويس ان هي اتعرضت طبعا. وفي حاجات بنختلف عليها بحكم خبراتنا ومشاعرنا. يعني هو المهم في الاخر ان الفيلم يوصل، لو انا ما تاثرتش من الفيلم خلاص. انا لسه مخلصه مسلسلين في رمضان، فكان موسم مرهق شويه، وبحاول الفتره دي اعوض اقضي وقت مع بناتي في اجازه الصيف، وفي نفس الوقت بشتغل على يعني جالي في سيناريو لسه هقراه لما ارجع من المهرجان، واشوف احتمال يبقى في فيلم سينما قريب. والله يا ريت، بس مش هعرف اتكلم مغربي يعني مهما عملته. يعني لو قعدت هنا 5 سنين مش هعرف اتكلم مغربي بصراحه، ولكن اتمنى طبعا انه يعني ان انا اجرب اشتغل في دول مختلفه، يعني من باب التجربه دي اكيد حاجه هتبقى تجربه غنيه. يعني أحب أقول لكل الناس كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله سنة سعيدة، ويا رب ظروف كل بلادنا تبقى أحسن. وبس أولا كان شرف كبير لي أني أحضر بمهرجان دار البيضاء للأفلام العربية، وكعضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وشفنا أفلام كتير حلوة، و إن شاء الله نكون عادلين بحكمنا وحتشوفوا الجوائز. في يعني أفلام مثل أي بلد، مثل أي إندستري، في أفلام مهمة، في أفلام تقل أهمية، ولأسباب طبعاً لها علاقة بالإنتاج، بسوق الإنتاج، لعوامل، ولكن هي مسابقة بالنهاية. أفلام تربح، أفلام تنجح، أفلام أتمنى لها حظاً أوفر. أنا بحب المغرب، بحب عن جد. أنا هي مو أول مرة إلي بالمغرب، وإن شاء الله ما راح تكون آخر مرة إلي بالمغرب. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.